من جانب آخر، أكد مصطفى فحص أن ولاية الفقيه في إيران هي على أبواب مواجهة داخلية خطيرة، وهذا بالتأكيد سينعكس على شيعة الخارج لا سيما شيعة لبنان. الخطر على شيعة لبنان هو ارتباطهم الكامل في إيران، ولولا والمراقبون جميعا ينظرون إلى التراحل الدولة والنظام في إيران بعد 40 سنة على الثورة، ومشاهد توحي بأن هناك ربيعا إيرانيا قادما لا محالة. والإيران المجتمع الإيراني يسمى المجتمع الطاجيقي المحافظ الذي يتبدل ببطء، ولكن تغيره أو تبدله يحدث تبدل عميق وجذري بمعنى انقلاب كامل. وعندما يحدث الانقلاب في إيران يحدث على قطيعة مع الماضي، فمعنى أن ولاية الفقيه والنظام الإيراني هم على أبواب مواجهة خطيرة مع المجتمع الإيراني، وكي تشبه بانقلاب 79 الذي أدى إلى قطيعة نهائية مع الماضي البهلوي أو الإمبراطوري. لذلك هنا شيعة لبنان سيطرحون على أنفسهم السؤال: ما هو مستقبل هذه القوة، مستقبل هذا الولاء، مستقبل هذه الغربة عن المجتمع اللبناني التي نسجت بخيوط إيرانية؟ لا تحويل الشيعة أو تعامل الشيعة مع أنفسهم في لبنان رغم الشعار الوطني الكبير الذي يرفعونه وكأنهم جالية في هذه المنطقة وليسوا من نسيجها الطبيعي. وللأسف هذا لم يكن قبل التنفوذ الإيراني بهذا الشكل. الشيعة في لبنان والعالم العربي هم مكون رئيسي من هذه المجتمع.